بسم الله الرحمن الرحيم. النتائج لليوم الأول لعملية أسد الجزيرة الحقيقة كانت نتائج مذهلة. قيادة عمليات الجزيرة كان تفكيك 12 عبوة، تدمير 7 مضافات، تدمير 4 أنفاق، وأيضا الاستيلاء على بعض الأسلحة. هذا بالنسبة إلى قيادة عمليات الجزيرة. قيادة عمليات صلاح الدين، أولا مقتل 3 إرهابيين، أحدهم يرتدي حزام ناسك بعد محاصرته من قبل فوج سوار تابع لمديرية شرطة صلاح الدين. العثور على 7 أوكار بداخلها هوائي للاتصالات وأحجمة ناسفة وفرش ومواد غذائية. العثور على 12 عبوة ناسفة مع جريكانات وقنابر هاون 120 ملم نمساوي تم تدميرها موضوعين. العثور على 2 نفق، تدمير عجلة مطخخة من قبل طيران الجيش البطل. بالنسبة إلى قيادة عمليات غرب نينوى الحقيقة كان هناك تدمير نفق ومطاردة المجاميع الإرهابية وضبط أيضا بعض قذائف الهاون، وكذلك بالنسبة إلى قيادة عمليات الأنبار أيضا تم ضبط بعض العبوات الناسفة وقذائف الهاون. العملية تستمر إلى أن تحقق أهدافنا. هناك أهداف رسمت للعملية، حال وصول القطاعات إلى أهدافها تنتهي العملية.